ملكيلها هيدا وربعين تصومالية ذا إس بي سي مدن السياسي علي عبد أوارع يا تعسيت رايلا كدري جريدة كتمد الله نحريست وري محمود عبد الله فارح طلابه أو كم إذا ها هو ذا إس بي سي قرنا حمسة عبد الرشيد عدانة يا وربعين إنه قد ياريه ملكيلها هيدا وربعين تصومالية ذا إس بي سي مدن علي عبد أوارع يا تعسيت كدري جريدة كتمد يا باون نحريست وكيل وريد كوار باينت اس بي سي مقالدة قرد يحرنتو قبل كاركار محمود عبد الله فارح قعش تلابو وكو قريو دي دوان مقالدة هرقيس عاصمة دا سومالي لان هالكا سوحالات عافي مادو چوغي مدان عوارا يا تعصيدان ادري دمان اهلادي قرابدي يددكي وكا قريو دي وري مرحوم محمود عبد الله فارح تلابو يا أصحابتي وكجريودي أو أي كم إذا هايين بعد أي شغوذاك يا هايين أي حياة دور بهين تصوماليا دي اس بي سي أواري أي أود عيي دمان داتكي وكدين تي إن أسامري إيمان وكسيو مرحوم كي ساقون أوريكي يي إن جنة فردو سرابي وكورابيو سيدو كلمامل كي شغالها حياة دور بهين تصوماليا دي اس بي سي أيا دنكو دا يغانا تعسيو دري إهل كي قرابدي وكبحي ربي جانا دي فردو ساكورابي وري محمود عبد الله فارح قعش تلابو او كو قريو دي مقالة دهار قيسا الهي نحريستي چنها كورابية وري محمود عبد الله فارح تلابو ايا حانون او قريو دي دوان مقالة دهار قيسا او چوغي حالات عافيماد وحان او هانين ان مدى كسو شقين اي قعان تنكوها يي حارون توربعين تي اس بي سي مقالة ده قردو يساقو نكو حولنا تيين تيسيدو كالي عصريين تا حفيز كوربعين تي اس بي سي مقالة ده قردو وري مرحوم محمود عبد الله فارح تلابو ايا افك waxa uga tagay laba caruur ah isagoona xaaladiisa caafimaad bariyaan lagu dabiibayay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland Hamse Abdirashid Jamac 40 SPC Boosaaso